السلام عليكم، كي عاملين؟ مزيانين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف وبصحه جيده. كيف ما كتشوفوا هذه الطريق، غتقول لي يسرى علاش مصوره لنا الطريق؟ غنقول لكم ماشى المطر ديال خيرونا. انا دابا من فيكيراس، ها هو هذا المطر خيرونا باش نمشي بحال المغرب وفرحانه. المهم خليكم معايا تنوصلوا للمطار. حنا دابا وصلنا للمطار، باقي ما باركينا شي طوموبيله، يعني الحمد لله الطريق دازت سهله. يا الحراره في الصراحه، صافي راجلي غادي يحطنا في المطار، مسكين هو ما هوتشي لاخر لحظه ما هبطش. صافي هو مسكين غيوصلنا باش ندفع الباكاج ديالي ويعاوني في الماليطات. هادشي اللي كاين. دابا غادي نخليكم حتى ندفعوا الماليطات ونرسي الامور ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. عاملين واخيرا وصلت المطار. كنتسنى حنا باقي في خيرونا، كنتسنى الطياره، جينا شويه بكري هكا مع العيال، كنجي شويه بكري باش هكا كندفع الباكاج على خاطري. وكنتسنى حراره بزاف معايا هادي، ما قدرتش حتى شعري جمعته حيت الصهد بزاف بزاف. المهم صراحة السفر مع العيال خصو الأسلحة، السلاح المضاد بحال أنا هانتوما عاملة فركاطا، معرفتش كتبان لكم، جين تيشيرت، هانتوما تيشيرت، وعاملة هاد الساك العجيب لي هو لي عجبني بزاف بزاف بزاف. هذا هزا فيه نور سكوت، هزا فيه غير الباسبور كيس ديالي ودليلاتي. هانتوما هزا فيه الوراق ديال الطيارة والبزيفن ديالي، وطبعا التليفون. صافي المسائل الأخرى عملاهم في ديك الساك ديال 6 الكيلو اللي كيعطيو. صافي هادشي اللي كاين، هكا كيجي ساهل في الصراحة. شحال هادي ملي كنت باقي الله عندي بنيته وحده كنت كنهود، اش غنقول لكم، باقا هي لاباندا ضرب عليا خلاوها الناس العرايش. كنكون معدبة راسي، ها الطالون ها السروال د التوب ما عرف شنو. دابا غير تزادوا لي هاد جوج الفلالس وانا ماشا غير جري جري، السبرديله والشاندال، بنتي كضحك عليا الجين والتيشيرت باش يلاه نلحق معاهم. ما كنقدرش العكر، ما كنقدرش نديرو كما كيقول، باش يلاه نلحق معاهم. دابا هي نور هي صلات، جلسنا في الكرسي ديال هنايا كنتسناو، حيدات الصنداله وسيباتها وبقات كتجري لي بالحفه، ضربتها عاد عملت لها الصنداله وبقات ليها. الحمد لله هذا حل العواوي، ولكن الصراحه واخا هكاك ما عذبونيش بحال اللي كنت واحد لابطاد المره الاخرى، فعلا سفريت فيها. دابا شويه دابا مي غوت عليها جلست حدايا ولبست الصنداله ديالي. هادشي ما نقول لكم، انا كنتسنى، وكتعرفوا من الانسان كيكون كيتسنى كيكون شويه ديال الملل، كنتسنى وشويه ديال العيا. غادي نتسناو تنركبو في الطياره، واذا كان شويه ديال الكلام راه غادي نولي نجمع معاكم هكا تونسوني حتى نوصل للمغرب. يلا دابا غنخليكم بلاتي ماما. يلا ما كتشوفوا معايا، طلعنا الطياره نزلنا طارت، الله يطير على خير. عرفت شحال الصداع، ما شاء الله الجديدات كل واحد عنده جوج ثلاثه، راسي كيحرقني الحقيبة ديالي في عنقي. هادي هي أحسن حاجة عملت، هي مكنبقاش بالي مع الباسابورتيس والفلوس والتليفون وكلشي كنعملو هنايا. صافي ولادي مجبتهمش شي حاجة، جبتهم هاد بيكا بيكا، كيبقى بالي معاهم. سمعوني أصلا معرفتكمش واش كتسمعوني ولا لا، أنا الصداع ديال الطيارة، فما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا. الصراحة الأمور دازت كلها مزيانة، قال لك نهار اللي حتى الشكا وجهي قم شكرا
القطوات عندنا دي البطون هي راه متفقة مع دابا الصيف، ولكن الحمد لله الاجراءات كلها دازت مزيانه، ما كان حتى شي مشكل، زعما ركبنا مرتاحين. واخا البخوشات بنتي جرات هذيك المطر ولعبتني ماراثون، اكيد غنمشي نريحت واحد جوج كيلو نجري موراها، هادي ماشي مشكل. صافي دابا غادي نقطع معكم، واذا نزلت وكان باقي فيا شي جهد راه غادي نولي نعمل لكم واحد، نسلم عليكم ونقول لكم رانا وصلت ان شاء الله. يلا واخيرا وصلت للعرايش وشميت ريحه بلادي الغزاله. كما تشوفوا الضبابه الضبابه، واحد البروده غزاله هذه البروده هذه والله العظيم. حنا دوزنا هاد 15 يوم ديال الحراره في قيرس، كنا شويه غادي نموتوا، مي دابا الحمد لله لقيت الجو غزال، البروده انتما كما كتشوفوا الضبابه لدرجه حتى التصوير جا مضبب. يلا الناس العرايش بانوا الناس الجاليه اللي في الجاليه بانوا. واحد صاحبتي قالت لي لا والو صورنا العرايش، ايوا ها هي ايمان، ها هي العرايش، هدى صحباتي العريشيين، ها هي العرايش. ايوا صافي هنايا كنساليكم شويه، واخا الظلام وصلت بالليل هادشي اللي كاينه. واخيرا وصلنا للحومه يعني الدار ديالنا، ها هي انا الحمد لله ساكنة قدام المطاعم، هذا مطعم درميساء وحده مطعم دخي احمد، وقبلتو فين ساكنه انا يعني علقه ماما وخوتي كيتسناوني. دابا غادي نخليكم ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله، حيت دابا ما نصور والو. الى اللقاء.